على عكس دونالد ترامب، سأضع دائماً الطبقة المتوسطة والأسر العاملة في المقام الأول، عبارة أطلقتها هاريس قبيل الإعلان عن رؤيتها الاقتصادية اليوم، بعدما أشارت إلى مقترح يفرض خطراً فيدرالياً على التلاعب بالأسعار، وهو ما كان كفيلاً بأن يهاجمها ترامب ويصفها بالشيوعية، رغم أن توجهات هاريس مجرد انحياز انتخابي بحت لا يعبر عن أيديولوجيتها. فإذا كان ترامب يجنح إلى أقصى اليمين، فعلى هاريس الانحياز إلى أقصى اليسار بعد اعتمادها الكبير على الأقليات والطبقات المتوسطة في الانتخابات المقبلة. ورغم أن هاريس لم تكن يسارية الهوى يوماً، ولكنها أصبحت كذلك من وجهة نظر ترامب، بغض النظر عن كونها تمثل مصالح الرأسمالية الأمريكية لا بمفهومها الضيق لدى ترامب الذي يدعو الولايات المتحدة للانغلاق على ذاتها، ولكن بالمفهوم الأوسع الذي يؤكد أن مصالح الولايات المتحدة لا تقتصر على حدودها بل تمتد إلى أطراف العالم. ولأن الاقتصاد يمثل قضية رئيسية للناخبين الأمريكيين، لجأت هاريس لسياسات اقتصادية يسارية تركز على خفض الأسعار وتدخل الدولة في السوق الحر، بينما ترامب يعد بخفض ضريبي لهذه الفئة، متهماً إدارة بايدن بالفشل ومبشراً بانهيار اقتصادي في حال اختيار نائبته كامالا هاريس التي تتحمل إلى جانب بايدن إخفاقات الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الأخيرة. أزمة هاريس الحقيقية تتمثل في الاقتصاد بعد تنامي معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال إدارة بايدن، وهو ما كان يدفع ترامب للأمام في استطلاعات الرأي المعنية بالاقتصاد، مع بقاء هاريس متخلفة عنه بعدة نقاط. ولكن تساوي هاريس مع ترامب في استطلاع أسوشيتد بريس الأخير، يمثل انتصاراً جديداً لحملتها الانتخابية وتهديداً لورقة الاقتصاد التي كان يلعب بها ترامب منفرداً. ولأن الصدام في هذا الملف محتدم حتى قبل ترشح هاريس كبديل لبايدن، فها هو ترامب يتهم هاريس بسرقة أفكاره بعد إعلانها إلغاء الضرائب على الإكراميات، وهو مقترح ترامب الذي أعلنه في يونيو الماضي، لتقوم بصحبة بايدن باتفاق لتخفيض أسعار عدد من أدوية كبار السن، ليرد ترامب ويعد الأمريكيين بخفض الأسعار من خلال زيادة الإنتاج المحلي للنفط، وبالتالي خفض أسعار الطاقة والكهرباء بعد عام واحد من دخوله البيت الأبيض، ليحتدم الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين ويبقى القرار النهائي للناخب الأمريكي.